لعبة الأمراء والسلاطين منذ القدم، تشبه إلى حد كبير رياضة الجولف. رياضة البولو تمارس على خيول تدعى البوني، وتعد الأشهر في هذه اللعبة. يتم تغيير الحصان عقب كل شوط، فهو لا يلعب أكثر من شوطين في المباراة الواحدة. في البولو تتألف المباراة من 5 إلى 6 أشواط في المنافسات القوية، أما في المنافسات الصغيرة فتصل إلى 4 أشواط. ويتكون فريق البولو من 4 لاعبين، وتبلغ مساحة ميدان البولو 180 مترا للعرض و275 مترا للطول، ويستغرق كل شوط 7 دقائق ونصف. ولهذه اللعبة قوانين عدة، منها إذا عبر أحد اللاعبين بجانب اللاعب الآخر بصورة خطيرة، أو إذا ضربه. هنا يسمح حكم المباراة بإبعاد الخصم عن الكرة أو تثبيت عصاه في مكانها لإعاقته عن ضرب هذه الكرة. لهذه الرياضة ماض وتاريخ عريق، إذ ابتدعها الفرس وانتشرت في الهند واليابان والصين ومصر والشام في عهد الدولتين الأيوبية ثم المملوكية. وتعلم الإنجليز هذه اللعبة من البنغاليين في القرن 18، ووضعوا لها القوانين والأسس عام 1875، ثم انتشرت بعد ذلك في أنحاء العالم. ويعود الفضل في إدخال رياضة البولو في الغرب للجنود البريطانيين الذين كانوا يعيشون في الهند. وتعد الأرجنتين دولة رائدة في لعبة البولو، إذ مورست فيها اللعبة للمرة الأولى عام 1877، وتولى المغول بعد ذلك نقل اللعبة إلى الشرق. وبحلول القرن 16 ترسخت اللعبة في الهند على يد الإمبراطور بابور، وكان قد شاع لاعب البولو في الصين واليابان أمدا طويلا قبل أن تخبو شعبيتها في فترة اتصال الغرب بهذه الدول.